رئيس نيابة العامة كاين الحق في المغرب، كل واحد يجري على حقه. عينا ما نقولوا حتى حاجه، ما كتعلى على القانون. كاين القانون، القانون كاين. تحية جميع الهيئات القانونية. الله الله الملك. شكرا على العدالة المغربية. حامي ضحايا دفاع شركة تحصيل الديون الخاصة. سبق الإشارة، ربما كاين واحد الجرائد الإلكترونية اللي ما عمرنا دلينا بهم في أي تصريح، جريدة إسبريس وبعض الجرائد. لابد أننا نعطيكم واحد توطئة بسيطة على الملف والطبيعة ديالو. طب الملف الضحايا هما كينقسموا ثلاثة الأنواع. الضحايا الأولى عندهم عقد مع شركة القروض، الضحايا الثانية ما عندهم حتى شي عقد مع شركة القروض، الضحايا الثالثين هما عندهم عقد وخلصوا الشركات وجات شركات أخرى قامت بالسرجعات أو أنا كنسميها سارقة السيارات بعلة أنهم خطأ في العقد وإلى آخره. المهم الملف بأطواره الآن وصل لواحد المرحلة في النهاية ديال حنا ثلاثة الملفات. كاين جوج ملفات رائجة أمام المحكمة، وبالمناسبة السيد وكيل الملك قرر إضافة المتابعة في ملف وإصلاح المتابعة في ملف، وملف على أنظار السيد قاضي التحقيق اللي وصل عدد مجمل الناس اللي معتقلين اللي تابعين للشركة 12 تقريبا. المهم في الأطوار الملف حنا الآن وصلنا لواحد المرحلة أننا نديو الما يفيد السيد قاضي التحقيق بأنه نفس النازلة معروضة على أنظار محكمة الاستئناف، وقرر فيها السيد الوكيل العام المتابعة وفق الفصل 509 أي جريمة السرقة الموصوفة. والإشارة فقط، هذا كما سبق لي شرط أنه هذا لا يعني أنه راه هاد الناس راه ما دايرينش خدمتهم. حنا عندنا إشكال غير مع التكييف أنه راه سرقة موصوفة، جينا يخص الملف يمشي للاستئناف. بالعكس حنا تنقولوا بأن الناس من البحث التمهيدي كان 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 كانت الشرطة موفقة في لأن عندها 48 ساعة سمعت أكثر من 20 ضحية ومحاضر انتقال ومحاضر مواجهة ومحاضر استماع باش تنجز واحد البحث التمهيدي في 48 ساعة في واحد المسطرة، خص يكون مجهود جبار. ودليل أن الضحايا بقاو في المصلحة الإقليمية في المصلحة المنطقة الأمنية 12 دليل. تعرض النزاع على أنظار السيد وكيل الملك اللي تقدم، كان حاضر شخصيا في شخص السيد النائب الأول اللي كان تعامل مع المسطرة بواحد النوع من الحرفية وضابطها وحافظها. ثم أحيلت المطالبة للسيد قاضي التحقيق اللي بالمناسبة احنا تنشهد شهادة لله أنه رجل أقل ما يقال عليه على أنه نزيه جدا، بمعنى أنه يتعامل مع الملف لا عندك شي حاجة راه تأخذ الجزاء، ما عندك شي حاجة راه عنده الجرأة باش ياخذ القرار المناسب. الآن حنا اللي غنحاولوا نجريو عليه هو إحالة الملف للسيد الوكيل العام، التمسوا السيد قاضي التحقيق إصدار أمر بالتصريح بعدم اختصاص النوعي على اعتبار على أن التكييف يتضمن 509 جريمة السرقة بانتحال صفة بالتعدد. الآن راه أكثر من خمسة بالتهديد، جميع تنضم جميع الشروط ديال 509 الموفرة في نزيلة الحال. تشكروا الجميع. الحكم النهائي هو قاضي التحقيق عنده الملف دابا تقريبا شهرين، القانون تيعطي الحق أنه 3 شهور، يعني إلا بقى عنده الملف يعني تقريبا في الشهر الجاي، في بداية الشهر الجاي خصو يصدر أمر بالإحالة، إما إحالة الملف على المحكمة إما إحالة بتصريح عدم اختصاص النوعي وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط. شكرا. السلام عليكم. أنا مجرد وصول الخبر ديال اعتقال المدير ديال شركة إي بي إم وريكيبيراتور اللي هو كان مرأس هذه العصابة اللي دارت مشاكل كبيرة في التراب الوطني، كنصرح بإيجاز أنه هاد الناس هادو وهاد المدير ديال الشركة كانوا في شهر 3 ديال 2021 داروا لي كامين ديال الرشوة، تعتقلت فيها شهر 20 يوم ظلما وعدوانا. والحمد لله كاين الله، ومن بعد الله سبحانه وتعالى كاين القضاء، بخصوص كاين القضاء في محكمة سلا، كاين النيابة العامة وكاين رجالات شرفاء أدوا المهمة ديالهم والمهنة ديالهم بواحد النزاهة وبواحد الشرف كبير، وصلوا للحقيقة واتخذوا الإجراء المناسب بشأن هاد الناس هادو وحدوا من الخطورة ديالهم. لهذا من هذا المنبر هذا كنحيي جميع الناس ديال القضاء والنيابة العامة في محكمة سلا، وأشد على أيديهم بقوة وتنقول لهم سيروا في الخطة ديالكم، راكم مثلتوا القضاء في المغرب وبينتوا بأنه الحمد لله المواطنين غادي يرتاحوا، أن كاين قضاء وكاين الناس تبع حقها وغادي تبع وغادي توصل إن شاء الله بوجود هاد الناس اللي كاينين في محكمة سلا بالخصوص، وتا الأمن ديال سلا اللي هما كانت المرحلة الأولى ديال وجدوا هاد الملف هذا، كانوا ناس تا هما بواحد الكفاءة مهنية كبيرة، داروا بحث ميداني يعني بواحد الطريقة احترافية
حتى هما وجدوا المحاضر ديالهم للنيابه العامه والقضاء اللي هو من خلال ديك المحاضر ديال الضابطه القضائيه وصلوا للحقيقه. وهاد العصابه راه خدات الجزاء ديالها الحمد لله، وتا انا راني مرتاح جدا انا والاسره ديالي الصغيره والكبيره على هاد المجهود اللي قاموا به هاد الناس القضاء والامن والنيابه العامه. شنو المستجد ديال الميد؟ ما عنديش انا، ما عندي المستجد الاول، وانا مجرد وصل لي العلم ديال الاعتقال. هما جميع الافراد العصابه راه تعتقلوا، ودابا هاد النهار هذا وصل لي العلم لانه المدير ديالهم اللي كيسيرهم وكيستافد من دوك السيارات بانه بحكم انه كياخذ تقريبا 500 مليون في الشهر على ظهرهم. 500 مليون، هذه انا كنهضر معكم ارقام صحيحه، لحقاش كيديو الناس سيارات بلا قانون وبالابتزاز والسرقه. وهاد السيد هذا اللي هو كان اكس بوليسي، هاد السيد اللي خدام مع هاد مدير شركه اي بي ام والريكوبيراتور، كان تيستغل المعرفه ديالو بهاد بالقانون، وبحكم انه 16 عام ديال البوليس وطردوه من الامن وجا لهذا الميدان هذا وتوغل فيه واجتهد من راسه. المهم انا ارتحيت، انا اللي نقول لكم انا ارتحيت، وكنحمد الله ونشكره وكنشكر هذا القضاء، والله يجعل ربي هو اللي يجازيهم. خديت حقي الحمد لله، وكان الله سبحانه وتعالى اللي يجازي الناس اللي خدموا هذا القضاء النزيه، هاد الرجالات ديال القضاء اللي كاينين في محكمه السلع. السلام عليكم. الحمد لله كما كتشوفوا تنبأنا بواحد الخبر اليوم، الا وهو اعتقال واحد صاحب شركه تحصيل الديون في مدينه الدار البيضاء اللي كان مترأس هاد العصابه اللي كيسرقوا سرقه السيارات بدون اجراءات قانونيه بدون سند قانوني. اليوم كان الامتثال ديالو امام قضيه التحقيق واستاذ قضيه التحقيق، والحمد لله تم الاعتقال ديالو. والحمد لله حنا ما نزلوش يدينا هنا في البلاصه هذه، مازال الحمد لله غيكون واحد التضامن ديالنا بين الضحايا اللي بيناتنا حتى ناخذوا ان شاء الله الحق ديالنا. وعندنا الحمد لله الثقه ديالنا في القضاء المغربي النزيه والمحكمه ديال مدينه السلا الابتدائيه ديال مدينه السلا وفي السيد عبد اللطيف حموشي. الحمد لله حنا كما كتشوفي الملف ديالنا راه مازال عند استاذ قضيه التحقيق، وان شاء الله ما بقاش بزاف باش يتعطى ان شاء الله القرار في هذا الملف هذا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.